اكو بعض العالم ده تراسلني الاف الرسائل، وين صار قانون العفو، وين صار قانون العفو؟ اخوان قانون العفو أطب منكم أخوتي وخواتي، قانون العفو والله موجود. لا تباعون على ذول الفيسبوكية وذول اللي كذبون وذول أهل البصمات وذول المحتاشين على الكذب. أنا دا أحكي لكم بكل صراحة وبكل رجولة ومسؤول عن كلامي، ودا أحكي لكم قانونا منهاج إدارة الدولة اتفق عليه، مجلس الوزراء صوت عليه، مجلس النواب صوت عليه. إذا جهتين صوت مجلس النواب ومجلس الوزراء صوت عليه، ومجلس النواب اعتبر قانون نافذ. لكن مجلس الوزراء اشراب البطل المغوار ابن الحمايل اللي الله جاب لنا رحمه بالوقت الحاضر اللي هو محمد الشاع السوداني، هذا الرجل يريد العداله، قال يا بعرفوا لي الانتماء. اتناقش هو وشيخ خميس الخنجر، شيخ خميس والاخ المحترم خالد شواني وزير العدل كانت لهم وجهة نظر اخرى، اكيد السيد الحلبوسي ايضا قالت له وجهة نظر، ولو انا اعتب علي القانون يما 4 اشهر. نعم انا اعرف بواطن الامور ضغطوا عليه لتعرض المشروع لتعرضه ضغطوا عليه، ولكن انا كنت اتمنى من الاخ ابو يوسف ان يعرض القانون وكمل من علامه نخلي طيته بخده. اذا ما قبلوا جماعه بعض الاخوان بالاطار، بعض بالسنه، بعض بالاكراد، خلي الشعب يحاسبهم، ولكن التلكؤ والتاخير ادى ما ادى اليه. على كل الايام الجايه ان شاء الله ان شاء الله يشوفوا النور. فيا اخوان طالما صار عليه تصويت بقى بس نريد نعرف منو المنتبي. سماحه الشيخ خميس الخنجر باجتماعات اداره الدوله الاخ خالد شواني تكلم ويا القاده، شوف اي شيء راح احكيها بكل ضمير، واحنا برمضان تكلم مع بعض القاده قاده الاطار، قال لهم يا جماعه ترى انا عندي ناس احداث محكومه على انتماء من كان عمره 7 سنوات، ذول جابوهم من سوريا، ذول يسموهم الاشبال اللي يقمزون، شلون احنا قبل من يجي رئيس او وزير هلا بيك هلا وجيتك هلا، ذول مزعطه جابوهم حطوهم على انتماء ان شاء الله 15 سنة. السيد نور المالكي ما رضى احكي ببع عادات اسماء، مو مثل خفافيش الليل من برا لبرا. السيد الحاج نور المالكي ما قبل، الحاج ابو هادي العامري ما قبل، السيد عمار الحكيم ما قبل، الشيخ قيس الخزعلي ما قبل، الاخ احمد الاسدي ما قبل، السيد رئيس الوزراء ما قبل، الاكراد ما قبلوا. فصارت قناعه انه نريد نعرف شنو الانتماء. ما قبلوا على شنو جناب؟ ما قبلوا على انه ذول احداث 6 سنين و7 محكومين بالانتماء. هو شنو الانتماء؟ الانتماء اقول اني والله اني والله يعني ما قبلوا على شنو بالضبط؟ انه ايش يعتبروهم يعني مراضين انه اطفال او ناس تنظلم بجريمه الانتماء، وهو لا شايل سلاح ولا شايل قنبله ولا قاتل ولا ضارب احد ولا اكو ممرض جربي يعني ولا اكو جثه ولا اكو سلاح. المالكي وسمحت السيد عمار حكيم وسمحت الشيخ قيس الخزعلي والسيد السوداني كلهم مع انه انصاف الابرياء بهذا الامر، امانه الله لو جاي نحكيها والله والله والله. أنا ترى أطلع سياسي مستقل، بس تراني ترى أبوي قيادات الخط الأول، بس أطلع سياسي مستقل حتى سالفة براحتي، حتى لحد يقول لي أنت من فلان وفلان. يعني الصفة إحنا قدمناها لأن أنت دائما مستقل بمواقفك، فتريد أن تقدمها بصفة أخرى أيضا نقدر نقدم إذا لا 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 خليني مستقل. تمام. بس أقسم بالله ولا إله إلا الله، أقسم بالله ولا إله إلا الله، أقسم بالله ولا إله إلا الله، وهذا قسم يشهد عليه رمضان والملائكة الكرام وخالد شواني، السيد خالد شواني موجود والشيخ خميس الخنجر موجود، وراح أسوي لك اتصال ويا وزير العدل، وراح أسجل أو أسوي لقاء خلي الكادر مالت الإعلام المكتب الإعلامي أصور حلقة ويا، وراح يقول لك شنو اللي صار. وكلهم الإطار، السيد نور المالكي، السيد عمار الحكيم، الأخ محمد الشيع السوداني، السيد أحمد الأسدي، الشيخ عمار الحكيم، كل إدارة تحالف الدولة ما راضين على هاي التصرفات. فقالوا يا بخلي نعرف الانتماء،
هل هو اللي بس قال اهلا وسهلا وصفق لهم، لو هو اللي شال قنبله، لو هو اللي ذبح، لو هو اللي جاب مفخخه، اللي جاب مفخخه وقتل وذبح وآوى وجاب سلاح وهددهم، هذا يطبق عليه قانون الله قبل قانون العراق. ولكم في الدنيا قصاص يا أولي الألباب، هذا قتل يروح ياخذ حقه. ولكن وين رحنا استاذ انور لما دخلوا تنظيم داعش الارهابي الى المناطق السنيه؟ اكو عوائل فقيره بقت، فسووا عليهم جرد، هذا العائله محل 420 زقاق هالقد دار هالقد، بي انور الحمداني وابراهيم الدليمي وابنه ومرته واخته وفلان وفلان، اثنين زقاق هالقد، فسووا جرد. شلون البطاقه التموينيه؟ من دخلت القوات الامنيه لقت الاقراص مالتهم والسجلات مال الدواعش بيها ناس اعتبروهم منتمين. هاي النقطه اللي هسه احنا دايرين نناقشها، مجلس النواب وناقشوها ورفعوها، لكن للاسف ما اخذت ما طلعت للنور، ان شاء الله تطلع بالايام القادمه. اذا اللي ما قتل واللي ما شال سلاح واللي ما مون واللي ما جاب مفخخه واللي ما حرق واللي ما عليه مشتكي واللي ما عليه مبرز جرمي، انا اقول لك اياها نيابه عن تحالف اداره الدوله وعلى الموقف الكردي وعلى الموقف السني، نيابه عن سماحه الشيخ خميس الخنجر والاخ محمد الحلبوسي المحترم والاخ مثنى السامراء المحترم، اعتقد جازم الكل متفقين وانا الاجتماعات احضره انه ذول اللي مجرد بس اسمه موجود هذا يطلع حتى لو محكوم.